الشعب في أمريكا مثلا، بيضرب مثل بأمريكا، لا يكادون يعرفون شيئا عن الإسلام بالمرة، وما يبثه الإعلام والتلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول عنه نونسنس، إنه نوع من الهراء، نوع من العبث لا علاقة له بصحيح الإسلام. فعملية التشويه عملية مستمرة في الإعلام الأمريكي. بيقول الآخر لديه فكرة زائفة عن المسلمين، لكن بيقول لازم برضو نتصالح، نحن أيضا لدينا فكرة زائفة عن الآخر الغربي، وكأننا نتعامل مع الغرب إنه كتلة واحدة، كلهم أشرار، كلهم يعني فرسان في حرب صليبية، كلهم جنود مجندون للحرب الصليبية. بيقول هذا ليس حقيقيا، لأنه المجتمعات الغربية فيها الطيب وفيها الشرير، فيها الخبيث الذي يريد أن يبث إلغاما في الطريق، وفيها أناس بسطاء مستعدون أن يسمعوا لهذه الهدايات وأن يفتحوا القلوب والأذان لها. وإنه مش من المصلحة أن نتعامل مع الغرب على أنه كتلة واحدة، وأنه شريحة واحدة، وأنه فكرة واحدة. وبيقول أنا كنت في نيويورك، بيقول عن نفسه كان في زيارة في نيويورك، وسأل المسلمين هناك أنتوا بتتكلموا عن صراع الحضارات وعن العولمة وعن إنه الغرب بيضطهد، طب ماذا صنعتم أنتم في بلد زي أو مدينة كنيويورك، ماذا صنعتم فيها؟ لماذا لم تقم رؤوس الأموال الخليجية ببناء مستشفى كبير في نيويورك يعالج فيه الفقراء بثمن زهيد؟ يبقى كده بنثبت للرأي العام الأمريكي أننا ملتحمون بالحياة المدنية الحديثة، وإنه مستشفى إسلامي تقام سيعالج فيها المسلم ويعالج فيها المسيحي ويعالج فيها اليهودي ويعالج فيها حتى البوذي، يعالج فيها الجميع. فنثبت للناس أننا لبنة في هذه الحضارة الحديثة وأننا ضميمة لها. وأنا أشاطره الرأي في هذه المسألة، رؤوس الأموال العربية لابد أن تتحرك في هذا الإطار. وكأنه وهو بيقول لي هذه الفكرة ومض أمام الآية الكريمة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وكأنه قدم ترجمة عصرية وعملية. أريد أن أطرح عليه سؤالا حول أحدث كتبه عن القضية الفلسطينية، وأريد أن أطرح عليه السؤال لماذا فضلت أن تكتب في هذه الآونة عن القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. I returned to Cairo in January after being teaching in Damascus for 18 months. And when I came back to Cairo, the slaughter was going on in Gaza. Now in Cairo, I write for two newspapers. I write for Egyptian Mail and I write for Sota Al-Azhar. So I said to the editor of Egyptian Mail, I want to visit Mustashfa Mahad al-Nasr here in Cairo to visit the wounded Palestinian people and to write a small article about them for the newspaper. So I went and I thought I'll spend half an hour. Brother, I spent 4 hours. I was in the hospital for 4 hours and I couldn't drag myself away. The only reason I left was I couldn't stand it anymore. It was too much to bear. And in those 4 hours, I met real Muslims. We talk about being Muslim. We talk about calling people to Islam, and we don't even get up in the morning to pray. These men and these boys in the hospital, they'd lost their legs. They'd lost their arms. They'd lost their children. And they touched my heart so much that I said to them, I could talk for many hours. Since that meeting, I wear this flag. Any talk I give in any university, any mosque in the world, I wear this. And I said to these men in the hospital, I said, brothers, I have no money to give you. I don't have any money. But I promise you that from this day on, I will tell people throughout the world about Palestine. That's my promise. So wherever I go, be it New York or Singapore or Malaysia or the United Kingdom, I speak about Palestine. And I wrote the book. I wrote the book to tell the world about, to tell the world the truth about Palestine. That's to begin with, to begin. يعني الأخ إدريس توفيق لما طرحت عليه سؤالا لماذا فضل أن يكون من أحدث مؤلفاته كتاب عن القضية الفلسطينية،
وريت كده المطبعين في العالم العربي والإسلامي واللي بيقولوا الخيانة التطبيع مش خيانة وإن إسرائيل واحدة الديمقراطية، يريت يسمعوا هذا الكلام. بيقول إنه زار مستشفى معهد ناصر ورأى ضحايا أو جرحى الفلسطينيين الذين جرحوا من جراء الآلة الحربية الإسرائيلية بتوحشها وقسوتها. بيقول إنه قابل في المستشفى أناسا فقدوا أيديهم وأناسا فقدوا أرجلهم وأناسا فقدوا أولادهم، وبيقول إن هذه المشاهد، مشاهد الجرحى التي رآها في المستشفى، يعني مست منه نياط القلب وأحدثت داخله هزة عاطفية ووجدانية كبيرة، وخرج بوعد أن يكتب عن القضية الفلسطينية وأن ينقل هذه الصورة الأمينة للرأي العام العالمي. وهو بيقول يعني إحنا كمسلمين، وكرر هذا المعنى كثيرا، نحن بحسباننا مسلمين ينبغي أن نقل من الكلام وأن نكثر من الفعل. على ذكر زيارته لضحايا غزة، إحنا كان معنا ياريت مع أخواننا في الكنترول عدة صور لإدريس توفيق، ياريت تصاحبنا كده أثناء الحوار. دي صور له في زيارة لضحايا غزة، ومع عرض الصور كده معنا مداخلة تليفونية.